نفذ العشرات من أبناء تعز وقفة تضامنية مع رجل الأعمال عبد السلام فرحان الأمين العام لجمعية الينابيع التعاونية، والذي تعرض للاختطاف والإخفاء القسري في مطلع سبتمبر الماضي وصودرت ممتلكاته في مدينة عدن. وناشد المتضامنون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل والعمل على أطلاق سراحه، خصوصا بعد رفض توجيهات محافظ عدن ووزير الداخلية بالإفراج عن رجل الأعمال فرحان من قبل قيادات نافذة في إدارة أمن عدن. جريمة اختطاف واعتقال رجل الأعمال عبد السلام فرحان تمثل جريمة جسيمة وفقا لنص المقدم 249 من قانون الجرائم والعقوبات، كما أنها تمثل أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. ولعل أسوأ ما في هذه الجريمة هو العذاب المستمر للضحية نفسه ولأسرته الذين لا يعلمون مصيره حتى الآن.